الصلاة والسلام له حديث رواه الإمام الترمذي يقول: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، اللون الأحمر، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، اللون الأبيض، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. طيب، دعينا نضع هذا الحديث على مقياس العلم لنرى هل يتطابق مع العلم. يقول العلماء إن كل لون له درجة حرارة محددة، أقل درجة حرارة للألوان، وهذه يعرفها المصورون والمهتمون بالكاميرات الاحترافية، هي اللون الأحمر، درجة حرارته منخفضة جدا بحدود 1100 درجة مئوية. اللون الأبيض يعتبر حرارته أكبر، 5500 درجة مئوية. اللون الأسود يقع خارج الطيف الضوئي، يعني أكثر من 12000 درجة مئوية، أصبحنا في مجال الضوء أو الطيف غير المرئي، لون أسود. إذن هذا الحديث يدعونا للتساؤل، كيف علم حبيبنا عليه الصلاة والسلام هذا التدرج في الألوان من الأحمر إلى الأبيض إلى الأسود خارج الطيف الضوئي؟ هناك حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم: ناركم في الدنيا، يعني هذه ناركم، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. حديث صحيح. ماذا يعني ذلك؟ نحن نعلم أن النار العادية درجة حرارتها 1100 درجة، هذه النار العادية التي نعرفها في الدنيا. إذا ضربنا هذا العدد ب70، 1100 مضروب ب70، يعني ضاعفناه 70 مرة، يعطينا 77000 درجة. طيب، بمقياس العلم الآن، الحرارة ذات الدرجة 77000 ما لونها؟ أسود، غير مرئية، إنها معتمة بالنسبة للعين البشرية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بحديث يقول فيه عن جهنم فهي سوداء مظلمة، وجاء بحديث آخر يقول فيه أيضا أن هذه النار حرارتها أكثر من 70 أو 77000 درجة، يعني أنا أعطيت الحد الأدنى هو 77000 درجة، هي أعلى من ذلك، فهي سوداء علميا. إذن هذا يؤكد أنه لا يوجد تناقض بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين العلم الحديث.